بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمثاً السلام عليكم ورحمة الله. ثزدي بول ثزدي إذماراً ثزدي انت نفسيث ذنساث إذ لساس السلاح انت فراث سيدي ربي مدينة في سورة الشعراء الآية 58 59 شو دينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربي سبحانه أغدي سمشتاي سيون واس يوعر يوم جلل يوم الامتحان الأكبر أسني غي تراجو مرة ثلاث لغدي الدونيس أرنا في الدنيا أرنا مرتاحين يعني مرتاحين معنا نقدروا نصلي ونقدروا نعبدوا ربي نديروا الخير نبنيوا العمارات نديروا مشاريع استثمارية نعمروا الدنيا نعمروا الآخرة هذا كله في الإمكان في الإمكان ولكن يجي نهار ما نقدروش يعني الحياة قصيرة ولو طالت الدنيث وزيلث ولا ما غزفث الحياة أقصر من أن نقصرها ولكن ما دمرنا في الدنيا الحمد لله يقولك بالمثل الاستقبالي أن دا يزوار وول يتبعث ضار أن دا يزوار وول يتبعث ضار يعني القلوب تسبق الأبدان وين يسبق القلب الرجلين يمشيوا مثلا إخواننا الذين عمروا هذا المسجد المبارك قلوبكم سبقت أبدانكم فالقلب يسبق البدن لأن الرجلين ما هي إلا وسيلة نقل القرارات ماشي على مستوى الأرجل ولا ليدينا لا القلب والله يا خوتي ما يعرف الخلق غير الخالق أن ويكسن أنت خلقت سوى ربي سبحانه إثين دي خلقا إمدينا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير القلوب حينما تسبق الأبدان إلى المساجد فالأرجل تمشي تطيع أنديز ورول اتبع ثضار لذلك هذا القلب لازم يكون سليم على باش يروح الاتجاهات اللي مليحة السمحوا لنا في الدنيا لو كان واحد مثلا بغى يروح لمكان معين يبدأ يسأل قول لي برك شحال نربح كي نروح من الطريق هذه وقتاش نوصل الطريق هذه دير 7 دقائق روطار وهذه دير 14 وتخير لشوا علاه لأنك تريد أن تصل إلى الهدف وفي الوقت المناسب إن استطعت إلى ذلك سبيلا وحينما نضيع الطرقات في الحياة نتألم والألم مشروع ولكن تصوروا معايا اللي ما يعرفش طريق لربي للأسف البشرية كان اللي ضاعته كان اللي من البشر ضاعوا وهذا أمر مؤلم يؤلمنا نحن مسلمون نريد الخير للناس جميعا خاطر ربي قال في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلكم لآدم وآدم من تراب إذ عدنا الأصل المشترك الآدمية تخلينا نتألم لضياع غيرنا من ولا إمذانا يعرقسن وفريدر سيدي ربي
والسن راه غيض الحال كيما راه نتألم واحد كي يروح له طريق في الدنيا يتألم أكثر إذا كان ما يعرفش طريق اللي توصل لربي علاش ربي قال وأن هذا صراطي كملوا مستقيما مسقم فاتبعوه قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على الشريعة والشريعة ما سميت الشريعة إلى استقامتها واستقامة أحكامها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها إذا تحدث عن الصراط قال فاتبعوه وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه الشريعة قال فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وجاب لي ربي هذا الزمن اللي عايشين فيه كان الهوى عجب علاه تلقى واحد شابير في الجهاز كيما هذا في الانترنت طف يطيح معك كاش واحد يقول له شوف ما كان ولو هذه نتاع الصلاة والزكاة والقرآن والسنة والو كما هذه ماشي جديدة يقول لك فلان حكم سبع من وذنيه ذي المثال بالقبالية يطفضي زمسك مزو حوس بقول المعوجين زمان اللي راح لهم طريق أو كان اللي راح لهم طريق من زمان واحد قال لهم وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام ريزيمي كونسنتري الدنيا تأكل تشرب تكبر بعد تموت وفرد ذايا ميسيفو ذايا أو كارثة برنارد شو الفيلسوف الساخر قال لك إذا كان هذه هي الدنيا قال لك هي مسرحية تافهة مسرحية ما عندهاش هدف تافهة وسيفري عنده الحق بلا لوجيك نتاعو لقاها يفاتيد ولا غيس يسال عقل ذي المعقول إن ياك مسرحية تافهة إليا أبو ماضي في الأدب معروف شاعر كبير ولكن في هذه رحلوا لابوسول ليروبير رحلوا كلش يعبر عن التائهين أو عن حالة التيه والضياع تعرفوا ايش قال قصيدة معروفة الطلاسم جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود لست أدري ما على باليش وقالها صحة وكان بزاف اللي يقولوا ما على باليش أما المسلم اللي يمن بربي بسم الله ما شاء الله ربي قال في سورة البقرة الآية 256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة واضحة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ما يخاف ما والو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حتى يقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا يعني وحد البشائر بسم الله ما شاء الله طريق مسقمة وحنا نقول سورة الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وزاد صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف راهم في سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا سعدك إذا كان هذهما الفريق نتاعك الرفاق نتاعك ربي قال وحسن أولئك رفيقا إذن من هم الذين أنعم الله عليهم ما على بالناش ربي قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم شكون هذون ربي شرح أعطانا البيان في سورة النساء الآية 69 وسمعناهم هذه هم أربع أصناف
إذن المسألة مهمة وخطيرة. نرجع سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والهوى هذا يدمر العقل، يزلزل العقائد، يشكك، يدير العجب والشك. إذا كان دخل فهو دمار، الشك دمار. لذلك كي نقولوا باللي سلامة الصدر كما قال فضيلة الشيخ جزاه الله خير، سلامة القلب، متى يكون هذا الصدر سليما؟ وهو وعاء القلب. وين يسكن القلب؟ راه داخل الصدر. لازم شرط الأول لازم يكون معمر بالإيمان، مؤمن بربي، يا ربي الحمد لله. أكبر مشروع في الدنيا هو الإيمان. ممكن تقول لي نو، أكبر مشروع لي زانفيستيسمون، أنا تاجر أون دافير. نقول لك دير واش حبيت، والله غير أكبر مشروع هو هذا. إذا كان فريت هذا المشروع، البروجي هذا، لو غران بروجي، أكبر مشروع، الآخرين الله يعينك، وربي قالك غير خدم وقل اعملوا. سورة التوبة الآية 105: خدموا، خدم واش حبيت، دير مشاريع، دير حضارة، دير نهضة، فلا تكنولوجي، فلا جيولوجي، فلا، أخدم، عمر، وعندك أجره، تربح في الدنيا وزيد تدير الحسنات يوم القيامة لأنك استجبت لأوامر الله. ولكن حذار غلطوا وننساو مشروع الإيمان الذي يرافقنا في الحياة ولا يعطل حركة الحياة. ننتبه، الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا. لو كان قال ربي خير وحدة، يا هذه يا هذه، هاو ممكن يقول لك يا ولدي نخير الدنيا خاطر راهي قدامنا، الآخرة راهي بعيدة. ولكن ربي قال عمرهم في زوج، في سورة القصص الآية 77: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كمل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن الشرط الأول لسلامة الصدر، سلامة القلب، وصحة الإيمان، الإيمان الصادق اليقيني. الشرط الثاني لازم العبادات. ما يجيش واحد يقول لك انا مؤمن بربي وما نصليش، كروايون نون براتيكو، ما تقبلش كاع. إناس ومذياز، مذياز الشاعر الله يرحمه، ربته الدنيا. إناس صلاه في النبي الطاهر، نتسان ذفاف الشفاعه، فقسطن المثزر ثوعر، اشحالي فردان الساعه، إكفغو يغزف الامر، لابد دور الساعة. إكفى ووال، مدام الموت أجل ولكل أجل كتاب. بعد يتحدث عن العبادات، بدأ بصلاة، صلاة عماد الدين، صح؟ وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، بعد التوحيد جي صلاة، ربي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحديث ابن عمر: بعد التوحيد الصلاة، وبعدين الزكاة، وبعدين رمضان، وبعدين الحج. ذا شو السنان؟ قالوا له فلان، قالوا فيه الناس مؤمنين وما يصليوش. قال لهم، جاوبهم بقصيدة كأنها أردونوس، شغل وصفة طبية. إن يسأل المؤمنين يوانرو في الوقت ذين الله، ما تشكين عودة تضرو، إن سلم ورنت زالة، السوق ما يعمر ذي فرو، غس ما يزنز سلغلا. حكمة، أمر عجيب، إلى أن يقول الدنيا هذه سوق، يجي نهار يخلص هذا السوق، كيما السواق نتاع الدنيا، يروحوا المسوقين صباح، من بعد العشرة الحداش السوق قضاء خلاص. لذلك هذا شرط الأساس، التزام العبادات. وربي اللي قال في سورة الذاريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكأمة ربي قال في سورة الأنبياء الآية 92:
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتأتي العبادات بأحكام مختلفة، الصلاة تقيم الصلاة، رمضان كتب عليكم الصيام الأيام 183 184 185 فمن شهد منكم الشرف ليصومه، الزكاة سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الحج، يعني كل شيء مفصل في الوحيين في الكتاب والسنة. ما زال سلامة القلب، هذه العبادات تدريبات ستاج براتيك دائم باش الإنسان يطهر قلبه يطهر قلبه يطهر قلبه، كي يجي نهار يموت إن شاء الله يلقى الله بقلب سليم. زيد الأخلاق، الشريعة قالت لك لازم تحافظوا على الأخلاق، خط الأخلاق هذه النبي صلى الله عليه وسلم ربي مدحه بالأخلاق، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وهو قالنا في الأحاديث وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية الأدب المفرد للإمام البخاري رقم الحديث 173 إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ويقول في حديث آخر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أتدرون ما قيمة الأخلاق؟ الأخلاق هي تخلينا نعرفوا كيفاش نعيشوا، أو في الصيف برك يتلقوا الناس في الجنائز، كثيرة الجنائز حتى في الصيف، الأعراس، البحر، طريق معمرة، لو كان ما تكونش الأخلاق ما يكونش عندنا سلامة القلب. إلا كان القلب سليم بهذا الدين والأخلاق وكذا إن شاء الله نسلكوا كاع أمورنا بخير وعلى خير، نتعايش، كاين موازين كاين قواعد كاين ضوابط أخلاقية. استقبالي ثقار نزر في وحديق يا خاكا يمغارني يفرحوا كي يسمعوا هذه الأمثال القصيرة، نقول كذا نطق الفلاح سكت الفيلسوف، الفلاح اللي ربته الدنيا خطر الدنيا، الحياة مدرسة، مدرسة كبيرة عندها واحد العيب أنه باش تعطي لك الدرس تخلصه غالي، الحياة أفضل للمدارس، عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. الزربي وحديق سيني مسلين، الزربي وحديق معناته إذا كان واحد التزم الحدود التربوية الأخلاقية بإذن الله تعالى هو يعيش في سلم وغيره يعيش معه في سلم وسلام ونتعايش. والآية سمعتها 13 من سورة الحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما ميزان التفاضل ربي قالوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن حسن الخلق هذه مهمة، التشبع بالقيم لفالور، وجاب لي ربي يضرك في هذا الزمن الاستخدام السيء لهذا دمار للقيم، أي يرسخدم إلى التكنولوجي يتهدو لفالور. دين قلان الحياة القدر بسبب قيم كثيرة جدا، ما روح انتغ القيم، إذا ضاعت قيمنا زلزلنا في كياننا الاجتماعي الأسري الاقتصادي، يحصل زلزال في جميع مجالات الحياة. لماذا؟ لأن القيم، انهيار القيم، اهتزاز منظومة القيم. أما إذا كانت القيم حاضرة إن شاء الله الصدر سليم والقلب سليم. أخيرا مسألة مهمة جدا، التفكر في الآخرة، واحد لازم ما ينساش الآخرة يديرها قدامه على بالكم، خاطر يقول لا أدري متى أموت، كلكم كما رانا جميعا على بالنا آخر واحد دفناه في الدشور نتاوعنا في المدن، كل واحد على باله أشكون اللي مات الأخر، نزرايك أنوي ذين قارو إقموثن. السؤال من يموت بعده لا ندري،
بلك الذي غسله هو الذي سيموت ونثي السردنا ذي يمث بلك اللي حمله ونثي رفذن ذنسى ثي ذبان بلك ونثي سرسن صازكا لا ندري مدام الموت أجل ونزرار من المنمث استحضار الموت شرط أساس لتحقيق سلامة القلب خطر ما على بالناش متى السفر ماشي الأصفر هذه واحد يجي من ألجي الأزفون ولا يروح من الأزفون جيجل معليش هذه كل معليش ربي قال قل سيروا في الأرض المهم نسقمو روحنا برك ربي قال قل سيروا في الأرض فانظروا سورة آل عمران عجيبة في الآيات هذه 139 وما بعدها إلى أن يقول إن يمسسكم قرح نعم أصبنا بقروح كأفراد وكأمة القروح قد تكون قروح فردية الأمراض وكذا ممكن قروح أسرية مشاكل مشاكل ممكن قروح اقتصادية خسائر وكذا ممكن نيران تشعل ممكن قروح حضارية سقوط حضاري هذا كله موجود اللفظة القرآنية عميقة كلمة واحدة عندها عمق ربي اسمها قروح اسمي اسم قروح من الآية 139 إلى ما وما بعدها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ذاك يا أخوتي الكرام تذكر الآخرة تذكر الموت يخلينا نعصر وحنا نصفيو قلوبنا باش كي يجي الموت يلقانا واجدين وربي قال في سورة الملك الذي خلق الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة وسبق فيها ما قالش الذي خلق الحياة والموت قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نسأل الله أن يرزقنا جميعا سلامة الصدر وسلامة القلب وأن يرضى عنا جميعا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.